إلى فقرة الدراما، وهذه المرة حديثنا رح يكون عن الدراما الكورية التي فرضت نفسها بقوة خلال السنوات الأخيرة ووسعت قاعدة جماهيرها في المنطقة، وتقع في فخ التنميط الهوليوودي تجاه العرب على ما يبدو. هكذا يرى المغردون على تويتر الذين انتقدوا الحلقة السابعة من مسلسل ملك الأرض أو King of the Land، واتهموا صناع العمل بتعمد الإساءة لصورة العرب، وطالبوا الشركة المنتجة بالاعتذار. والذي قام بالدور المثير للجدل هو الممثل الهندي أنوبام تريباثي، أحد أبطال مسلسل لعبة الحبار سكويد جيمز، وقام بتجسيد شخصية أمير عربي ظهر وهو يغازل البطلة لجذب انتباهها وينفق بلا حساب، وهو ما اعتبره الجمهور صورة نمطية متكررة تقصد تشويه الثقافة أو التشويه الثقافي للعرب، وخفضوا تقييم المسلسل على مختلف المنصات. في دفاعها قالت قناة جي تي بي سي التي تعرض المسلسل في بيان قصير إن جميع الشخصيات والمواقع والأسماء الموجودة في الدراما خيالية تماما. Come to my hotel. Oh, I heard your father runs a hotel business. Is the business not going well? أهلا بكم. ملك الأرض ليس العمل الكوري الأول الذي يثير غضب الجمهور العربي. في 2017 اضطر صناع مسلسل Man Who Dies to Live للاعتذار عن التصوير المسيء للثقافة العربية والاستهزاء بمشاعر المسلمين في أكثر من مشهد. وبالنسبة للأمثلة في هوليوود فحدث ولا حرج. عام 2006 هددت حكومة كازاخستان بمقاضاة الممثل البريطاني ساشا بارون بعد صدور فيلم بورات، ومنعت عرضه لأنه يتناول صحفي كازاخستاني يعطي صورة سلبية عن بلاده عند زيارته لأمريكا. فيلم جاكي شان راش أور والذي حقق نجاحاً ساحقاً عند عرضه أزعج الكثير من الأمريكيين الآسيويين بسبب النكات العنصرية على أساس العرق والصور النمطية المهينة تجاه الآسيويين بحسب رأيهم. أخيراً دعا العديد من السكان الأصليين في أمريكا إلى مقاطعة الجزء الثاني من أفاتار خلال العام الماضي على أساس أنه يستولي على ثقافتهم ويضع السكان الأصليين في قوالب نمطية عنصرية. شيريم طالبة جامعية كورية جنوبية تدرس اللغة العربية، يتابعها عبر إنستغرام ويوتيوب نحو 700 ألف مستخدم معظمهم من العرب. تحاول شيريم من خلال مقاطعها التقريب بين الثقافتين الكورية والعربية، وتتنوع موضوعاتها بين تعليم الكورية لمتحدثي العربية والسياحة الترفيهية وتقييم أفضل المطاعم وغيرها. في عام 2021 منحتها الملحقية الثقافية بسفارة السعودية في سيول المركز الأول في مسابقة اللغة العربية للإلقاء والكتابة أيضا. وفي أول العام الجاري كانت سلطنة عمان أول محطاتها في الدول العربية، تجربة اقتربت فيها أكثر من المنطقة وعادتها. شيريم معنا اليوم مشاهدينا للحديث عن أزمة المسلسل الكوري وأيضا الجدل الذي أحدثه المسلسل بين الجمهور العربي والكوري. أنا بس قبل ما نبدأ بالمقابلة سمر، يعني عن جد إنه هذا شيء مجحف جدا، دائما بيبينوا على الأقل بهوليوود العرب يا إما ثري جدا، يا إما ثري جدا ومبذر، يا إما إرهابي، وإحنا هذا شيء لا يشبهنا ومجحف بشكل كبير بحقنا يعني. مضبوط. إذا من سيول تنضم إلينا المؤثرة وصانعة المحتوى الكورية شيريم كيم. شيريم تفهميني باللغة العربية صح لما أكلمك باللغة العربية؟ نعم العربية. ممتاز. ممتاز. مرحبا، صباح الخير شيريم. من فضلك مرحبا. بداية لك أن تحدثينا أكثر عن سوء التفاهم الذي حصل، أو هل هناك نوع من التقصد لإظهار صورة العرب بهذه النمطية أو بهذا الإطار؟ صراحة بالنسبة لي أنا كشخص كوري، أنا أيضا انصدمت كثيرا بعد أن شاهدت هذا المشهد الخاص الذي أصبح جدلا كبيرا في
علم العربي في المجتمع العربي، وللأسف ليس جميع الكوريين يرون ذلك المشهد كمشكلة كبيرة جدا، بل أغلبهم يقبلونك يعني بشكل طبيعي. شيرين، هل هاي الصورة النمطية التي ظهرت في دراما كورية هل هي مأخوذة من هوليوود؟ لأنه شفنا هذه الصورة النمطية في أفلام ومنتجات وإصدارات هوليوود يعني بشكل كبير على مدى سنوات طويلة، هل هذه هي أيضا نظرة الكوريين أو فكرتهم عن العرب؟ معقول؟ يمكنني أن أقول نعم، يعني أغلب الكوريين قد يفكروا بهذه نفس الطريقة، ولأن أصلا يعني في الواقع المعرفة والمعلومات عن الثقافة العربية والإسلامية في كوريا جدا ضعيفة، يعني صعب الفهم، صعب فهمها ومعرفتها إذا لم ندرس عنها بشكل جيد، لأن لا يوجد لدينا فرص كثيرة لتعلمها. فكل ما يشاهد الجمهور الكوري عبر مثلا الإعلام أو الإنترنت هذا هو كل شيء ما يشوفه عن العرب أو الثقافة الإسلامية. فرغم أنهم لا يوجد لديهم مثلا نيات سيئة للعرب، فيعني ما اعتبروا عن صورة عن العرب أصبحت سيئة بالتأكيد في العالم العربي، وللأسف لذلك هناك عدد أقل مما كان متوقعا من الكوريين الذين يشيرون إلى هذا الجزء الخطأ باعتباره جدل ويقولون إنها مشكلة كبيرة أكبر. نعم طيب أنت جيتي للعالم العربي وتعلمتي اللغة العربية، هل لك أن تخبرين أنه كيف تغير نظرتك إلى العالم العربي قبل ما تتعرفين علينا أقرب وبعد؟ قبل أن أتعلم اللغة العربية واهتمت باللغة العربية وثقافتها، أنا لم أكن أعرف عن الدول العربية والإسلامية أيضا بشكل جيد. حتى بعد أن تعلمت عنها يجب علي أن أتعلم أكثر، وكان لدي أيضا بعض الأفكار الثابتة عنهم، عن الثقافة العربية والإسلامية، لأن أنا أيضا كنت منهم، من الذين يشاهدوا الإعلام فقط ويفكروا عن الأفكار الثابتة عن العالم العربي وكل شيء في الدول العربية والإسلامية. ولكن بعد أن تعلمت، وليس فقط أنا، هناك كثير من الكوريين يتعلموا اللغة العربية وثقافة العربية أيضا يشعروا بنفس الشيء مثلي، ولذلك أنا، وليس فقط أنا بل هناك الكثير من الكوريين يرون هذا المشهد مشكلة كبيرة كبيرة، فيجب عليهم أن يغيروا طريقة إخراج المسلسلات، ويجب عليهم يفكروا أكثر قبل إخراج، يعني بعتقد يا تشيرين هذا ويكتبوا هكذا. نعم. بعتقد تشيرين بأنه يعني أنت ربما أحد المؤثرين في هذا الموضوع، بما أنه أنت عندك صفحات على مواقع التواصل فيها متابعين كثير، يعني إن شاء الله بس أغلب المتابعين عرب، إن شاء الله يكون في عندك متابعين كوريين لحتى نعم. تساهمي في تغيير هاي النظرة النمطية للعرب. أنا حبيت أسألك يا تشيرين، وين تعلمتي عربي؟ نعم. أين تعلمتي العربية؟ نعم، تعلمت اللغة العربية للمرة الأولى لما كنت في المدرسة الثانوية، بدأت أتعلمها بنفسي لأن أرى الحروف العربية واللغة العربية هي لغة مميزة جدا، وأنا شخصيا أحب أتعلم اللغات الأخرى، فبدأت أتعلمها منذ 2015 هكذا. ثم دخلت الجامعة التي فيها تخصص الدراسات العربية لتعلم اللغة العربية وثقافة العربية أكثر. طيب أسألك شريم، إحنا للأسف أولادنا نفسهم ما يتكلمون عربي مثل ما أنت تتكلمين فعلا. كم ساعة باليوم يتطلب الأمر لدراسة لغة يعني كليا خارجة عن ثقافتك وعن مكانك وعن لغتك، كم ساعة تطلب الأمر من الدراسة والتعب لتتقني اللغة بهذا الشكل؟
أنا كل يوم مختلف طبعا، أنا لا أعلم بالضبط، ولكن كل يوم ما أفعله هو قراءة اللغة العربية. مثلا أي شيء، أي كلمات عربية بالإنترنت، مثلا بعد أنا أفتح السوشيال ميديا وأرى الكومنتات، التعليقات باللغة العربية، رغم أني لا أفهم ما معنى تلك التعليقات، وأحاول أن أقرأها، ونعم أهتم بالنطق العربي أيضا، خاصة في نطقك النطق ممتاز العربي. الحقيقة، يعني وأنت تتكلمين شكرا العربية بطلاقة، جميل شكرا جدا يعني. وننتظر شكرا زيارتك للدول العربية عندنا هون في استوديو العربية حتى نتحدث أكثر، إن شاء وحتى الله تاخدي حتى يعني هيك نكهة، إن شاء نكهة الله عربية مختلفة، غير مش بس اللغة ولكن الثقافة أيضا. شكرا جزيلا لك شكرا تشيريم كيم، صانعة المحتوى الكورية. شكرا. السلام عليكم، أنا تشيريم، كيف حالكم؟ وإن شاء الله تكونوا بخير. اليوم سوف أقوم بتصوير المقطع عن اللغة الكورية. وفي المرة الماضية قد تعلمنا عن الحروف الكورية تفاصيل، لقد تعلمنا الحروف الساكنة والحروف العلى، وكذلك تعلمنا أن عندما نكتب أي كلمة باللغة الكورية يجب أن نبدأ من الحرف الساكن أولا، وبعد ذلك نكتب الحرف العلى. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.